لجنة الصواريخ هي اللي زارت المصنع هذا اليوم الساعة 9 صباحا. ركزوا في البداية على مشاهدة كافة أبنية المصنع ومطابقتها مع المخططات اللي احنا أساسا زودناهم بها، وتأكدوا من مطابقتها، وأيضا شاهدوا كافة المكائن اللي موجودة في المصنع وشيكوها ماكينة ماكينة، وشيكوا المنتجات اللي موجودة عندنا. طلعوا على كل الأنشطة ولم يكن هنالك ما يشير إلى نشاط مخالف للأنشطة المعتمدة.